حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض السيد حسين مكي مستشار بالهيئة الوطنية للنفط والغاز، بعد التحية. هل تحدثنا بداية عن أهمية هذا المؤتمر المنعقد في الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي فيكم ومسي جمهور تلفزيون البحرين. موضوع المؤتمر حقيقة هو موضوع جدا مهم، حيث أنه يتناول موضوع معالجة قضية تغير المناخ بالإضافة إلى قضايا التنمية المستدامة، لا سيما المحافظة على حقوق الأجيال القادمة للاستفادة من الموارد الطبيعية المختلفة وبضمنها الوقود العقوري والنفط والغاز. نعم سيد حسين، لو نتكلم تحديدا عن الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لتحقيق اقتصاد الكربون الدائري. حقيقة مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال تعزيز وتمكين اقتصاد الكربون الدائري، ومن خلال استخدام تقنية CCUS اللي هو احتجاز ونقل الكربون وتخزين الكربون. فعلى سبيل المثال بما يسمى باقتصاد الكربون الدائري يتكون من 6 محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بتخفيف الاستهلاك الطاقة، وأتمنى قامت مملكة البحرين بجهود كبيرة حقيقة في هذا المجال، فعوضا عن حق الغاز قامت باستفادة منه وإنشاء مصنع بنجة، واستخدمنا لحد الآن 3.5 تريليون متر مكعب من الغاز. هذا ساهم في الحد من الانبعاثات الثانية تصير الكربون بحوالي 0.2 جيجا طن، هذا رقم جدا كبير. المحور الثاني يتحدث عن استخدام الغاز أو استخدام الطاقة النظيفة أو ما يسمى بالهدف السابع للتنمية المستدامة. حقيقة مملكة البحرين بذلت منذ بداية القطاع النفطي في الاستفادة من الغاز الطبيعي، وعليه قامت بتحويل جميع الصناعات الرئيسية في المملكة لتقوم باستخدام الغاز الطبيعي، كما قامت أيضا باستغلال هذا الغاز في توليد الطاقة الكهربائية لجميع المنشآت في مملكة البحرين. نعم من الرياض السيد، نعم تفضل. نعم سيد حسين تفضل. المحور الثالث صياد الكربون يتمحور حول موضوع الصيادة. هنا في مملكة البحرين أيضا نقوم بصياد الكربون في 3 مراكز رئيسية. نعم من الرياض السيد حسين مكي مستشار بالهيئة الوطنية للنفط والغاز، شكرا جزيلا لك.